يا هلا ومرحبا فيكم، حياكم الله. اليوم سويت الهوت دوغ كريسبي رول، طبعا هذه الأكلة مشهورة في أحد المطاعم السريعة، بس طبعا ثقيلة مرة وسعراتها كثيرة، ولما ذقتها صراحة ما قدرت، يدوبك لقمة حسيتها مرة زيت. الطريقة أخذتها من حبيبتي وصديقتي شوما شيمي، أخذتها منها من سناب ونزلتها عندي قبل فترة في المنتدى، وقلت لها راح أطبقها، قالت لي خلاص أنت نزليها عندك، لأنه أنا سويتها في القلاية الهوائية غير عنها، هي سويتها في الزيت، وراح أحط بإذن الله رابط قناتها في التعليق المثبت بإذن الله. طبعا هنا حطيت دقيق وحطيت سكر وحطيت ملح وحطيت شويه بيكنج باودر وحطيت حبه بيض. ما اضفت صراحه بهارات، لانه طبعا السجق او النقانق تجي مبهره اصلا، مملحه ومبهره، وبعضها تجي فيها حتى فلفل، وبعضها يجي فيها جبن من الداخل، فانا اكتفيت بس بال يعني بهذا الشيء، يعني بس بالملح والسكر طبعا راح اقلبهم مع بعض، واضيف لهم كل ما احتجت ماء لغايه ما يصير عندي القوام مره عجينه سائله، يعني اشبه بعجينه يعني مو نفس اللقيمات، يعني هي كمان اخف شويه منها، عشان اغلف فيها حبه النقانق وتعمل لي عليها طبقه كذا من العجين. طبعا بعد احنا ما حنحطها في العجين هذا، راح نحطها في بقسماط او في شابوره او في دقيق اذا ما عندك مره، بس الافضل شومه حبيبتي انا شفتها حطتها في الدوريتوس، وفعلا الدوريتوس يعطيها لون ويعطيها شكل ويعطيها قوام يعني كذا، بس انا عشان ابغاها بطريقه صحيه قدر الامكان حطيت لها عادي، اللي هو شابوره اللي هي البقسماط عادي. راح اقلب، وكل ما احتاجت مويه راح ازود. هنا طبعا انا جبت سويت كميه بسيطه، لانه ما حد يعني تقريبا في البيت ياكلها غيري، فسويت بس كميه بسيطه. شفتها انا صراحه عند شومه في السناب ومره عجبتني، ولازم اجربها. حتحطي كذا، حتحطي فيها عيدان الشوي، وراح تحطيها في هذه العجينه، وبعدين بعد كذا حتحطيها في البقسماط، وراح ارصصها في الطبق واحطها في الثلاجه ما لا يقل عن نص ساعه، عشان ايش؟ تتماسك طبقه البقسماط هذه اللي عليها ما تنزل لك في القلي. طبعا اكيد انها بالقلي تطلع اطعم، انا اتوقع تطلع اطعم والذ، بس انا صراحه قلت لاستاذنت شومه وقلت لها انا راح اسويها في القلايه الهوائيه، فقالت لي يعني قلت لها ابغى بطريقه صحيه، قالت لي خلاص. هي كمان منزلتها في قناتها، روحوا شوفوها عندها، منزلتها بالزيت تبارك الرحمن، وبرضها مسويتها في خبز. طبعا هنا حطيتها مع البطاطس في القلاية الهوائية، حطيتها على درجة 200 تقريبا حطيتها 15 دقيقة مع التقليب المستمر، وبس يعني ممكن تقدموها مع زبادي، مع حمص، مع سلطة، مرة لذيذة يا بنات وسهلة جدا، أصحكم أنكم تجربوها ورح تعجبكم بإذن الله. شوفوا كيف شكلها طلعت بعدين، ما شاء الله مرة لذيذة، الناس تحب النقانق. طبعا استخدمت الدجاج، ما استخدم غير نقانق الدجاج، ممكن تستخدموا انتم وتحبوا. وعلى فكره في بنات مجمد وفي مبرد، شركات تسوي مبرد، فطلعت مقرمشه كذا وكريسبي ومره لذيذه، وسعراتها اقل في البيت وبهذه الطريقه في القلايه. ذوقوها وباذن الله تعجبكم، اشوفكم على خير.